حسب الاتفاقية اللي اتفقوا بها مع الأمريكان، أن الأمريكان هم اللي يحمون الحدود، يحمون الدولة العراقية ويحمون السيادة العراقية. مو طلعوا في 2011 دليل كلامي، لا العراقيين قدروا يسلحون جيشهم بحيث أنه لا يحتاجون للأمريكان، ولا الأمريكان سلحوا الجيش العراقي بحيث أنه يحمي نفسه من هاي الدول. لأن تتذكر 2003 2004 راح صدام وراح أبو الحروب، وهذا كان يتحارش بالجيران وفات على إيران وفات على الكويت، لا تسوي لنا جيش. بتذكر كان اي سي دي سي حتى ما راد يسوي الجيش، ما اريد جيش، يسوي بالجيش. تذكر في بعد ما قاتل حياه ارضيه، راح ابو المشاكل وراح ابو الطلايب ويوميا متحارش لنا الدوله. واحنا اليوم بال 2023 وانت عراقي تسالني هذا السؤال؟ صحيح، صح لو مو صحيح اخي؟ والله لو مو احنا نحمي نفسنا، لا امريكان ولا روس ولا دول الخليج ولا اي قوه عسكريه بالعالم. اي ما اسمع احد يحكي عن قضيه القواعد العسكريه التركيه والقصف اليوميه والمصيبه. تتذكر العام انجل لي خلص العقد ماله، المصيف اي انجل لي خلص العقد ماله زين، وانجل لي بال 2003 اللي منعوا الامريكان من تنطلق منها طائرات لضرب العراق، انتهى موضوع انجل لي. مثل ما قال استاذ صفاء، البديل مالهم صار قاعده عين الاسد. اي عين الاسد، عين الاسد بالعراق مو مثل انجر لك بتركيا. هو رب الترامب اجب بوقت عادل عبد المهدي دون ان يبلغ الحكم. لا نزل بيها، نزل بيها، نزل بيها براس السنه. استاذ قصي هذا جيل، قلت عين الاسد بالعراق وبصحراء الرمادي مو مثل انجر لك وبتركيا. لا الشعب التركي مثل الشعب العراقي ولا العراقيين مثل الاتراك. طيب فهمني، يعني يجي يوم بعد سنه بعد سنتين ثلاثه اربعه خمسه تفتر الظروف وقاعد الاسد تصبح رماد. هيك الامريكان يضحون وبعضهم قاعد استراتيجي اغبياء. وقال لك صفا، قال لك 14 سنه يبنون وبعد 14 سنه باقين. بالله اغبياء. وقبل شوية تقول لي انه الامريكان هاي خطوط الطاقة ومرور السكك ما يردون يطوها الواحد. دا اقول لك لا تقارن الشعب العراقي بالشعب التركي، عندهم قاعدة وذول عندهم قاعدة. يعني انت هم عراقي خو، ما انت انجليزي. ايه لا لا يعني نام شكل ويصبع شكل زين. ها موضوع القاعدة وعين الاسد والامريكان راح يبقون بالعراق، والله احنا عراقيين، والله ننام بالليل نقول لك ايه، نقول الصبح نقول لك لا. هذا عقليتنا هذه. طيب هاي قضية تركيا، القصف، القصف التركي والتدخلات متجه بحجة ربط محاربة عصابات تهدد الأمن القومي. من انطم مجال الأتراك؟ من انطى موافقة بإنشاء قاعدة مازليكان للبحشيقة؟ ليش بحشيقة؟ هي أول قاعدة. من انطاهم؟ لا من انطاهم موافقة؟ ترى مو العراقي، الأمريكان. والعراقي ما يقدر هسه يسوي مذكرة يكتب لهم وطلعوا؟ منهم. ليش الاقليم كان رافض وجود قاعده بعشيقه؟ اهم صحيح اقليم كردستان لا مو رافض، ما رافض خلص. يعني ليش نذبها براس تركيا؟ حطينا موافقه اصلا، هي كانت داخل حدود ولحد الان داخل حدود الاقليم، بس الامريكان اللي انطوا موافقه مو العراقيين. وعمليه القصف المستمر ايه براحته كيفه الاتراك. مو قلت لك دائما اقول لك حادثه انه انت قول لا، انه من يوصف انت قول لا تاهي. انت قول لا، انت عراقي، انت رئيس وزراء، قول لا. من يسمعك انت تقول لا غيرك؟ يعني هسه سيد السوداني ايه؟ اذا قال تركيا تغادرون القاعده للبعشيقه ايه؟ وتتوقف عمليات ملاحقه العصابات على الشريط الحدودي ايه؟ يتوقفون الاتراك؟ طبعا يتوقفون، لانه راح يطلع الحشد والجيش العراقي يفوت. ها ها شوية سالوا يا استاذ مويد، اشوفك كلش مندفع انت اليوم. لا 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 بس دقيقة لا لا يعني شوف يعني اترك القوة ايه، يعني لا تحكي قوة قوة جو اتركها ايه. بما انه عندنا اتفاقية الاطار الامريكان مع الامريكان ايه؟ من ضمن الاتفاقية هي تحمي الحدود، هي تحمي الجو. ايش قلنا لعد؟ صح لو مو صحيح؟ لا تقول لي عندنا حدود. اذا السوداني ايه يعني اذا السوداني هسه باشر بعد باشر يقول والله على ابو الاتراك مثل ما قال صدام حسين ايه. ها والله طيارة ما خليها تفوت تخترق الاجواء العراقيه، تخترق هسه بهالوقت، تخترق تخصف خوي، مو قصفت مصايف بس دقف وهالقريه ضربت 80 قريه وشهداء وجرحى. طينه شنو حجته على يقصف؟
على على بملاحقه البككه البككه. زين انت من عاد تدخل الاجواء العراقيه انت عاد تاخذ موافقتي هذه؟ لا اصدر اصدر قرار. لا لا عف 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 خارجيات خلينا نحكي عراقيات. قاعده بحشيقه وين؟ بالعراق وين؟ ومحمد شيعة السوداني شنو؟ عراقي. هسه اذا يصدر قرار هو القائد العام والقوات المسلحه قاعده بحشيقه وقاعده زلكان ما يبقى بيها جندي تركي واحد، من يقولوا لا؟ ما حد يقول لا، خلاص انتهى الموضوع. عوف الامريكان وعوف الاتراك، يعني التركي راح يدخل الجندرما ماله داخل العراق؟ والله على مود محمد الشيعة السوداني شال القاعده. الامريكان يريدون هذا الموضوع، الامريكان سبب مشاكل العراق كله الامريكان. هتفتهم علي؟ طيب.